يعني ايه مش هتدخلي الامتحان؟ انت اتجننتي ولا شكلك كده؟ انا مش هروح المدرسه تاني. ليه بقى ان شاء الله؟ عايزه تاخدي كاس العالم في الفشل زي اخوكي؟ ولا جايز عايزه جدك يشمت فيا ويقول اني ما عرفتش اربيكي؟ تربيه ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ دي المره الوحيده اللي انا جيت حكيت لك على الواد اللي كلمني على الانترنت، خدتي مني الموبايل وعاقبتيني وبقيت خلاص شخص مش موثوق فيه وما ينفعش يخرج من البيت. في نفس الوقت اللي الراجل الغريب دخل بيته وبتسميني معاه في البيت عادي بالساعات. هو انت عمرك فكرتي كده تقعدي معايا زي اي ام وتسمعيني وتشوفي ايه مشاكلي وتحاولي بس تحليها لي؟ ده انا عمري في حياتي ما سمعت منك ولا كلمه واحده عدله. حتى بابي كل مشكلته في الحياه ان هو بس يجمع فلوس. طبيعي ما لقيتش اي حد في الدنيا يسمعني غير عصام. نعم يا اختي، والمفروض ايه؟ نسيب اشغالنا اللي بتصرف عليكي وعلى اخوكي ونقعد نطبطب عليكي وندلع فيكي؟ ثم تعالي هنا، ازاي بنت تكلم امها بالطريقه دي؟ هي اكيد احسن من الطريقه اللي عملتي بيها جدو اخر مره. طردتيه من بيتك وطلعتيه حرامي وهو اصلا كان بيدافع عني عشان يخرجني من المصيبه اللي انا فيها. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا اللي سرقت مش جدو. وانت ايه اللي خليك تسرقي؟ ناقصك ايه عشان تسرقي؟ ناقصني ان انتوا تحبوني، ده اللي ناقصني. انت وبابي خلاص دمرتوني كل حياتي. اطلعي بره، اطلعي بره، انا مش عايزه حد في بيتكم. اطلعي بره بقى، اطلعي بره من حياتي.